مخصوص عشان زمان كان يعني بنلاقي يعني كاميرا او اتنين تلاتة، بس دلوقتي الحمد لله يعني احنا اكبرناكم ان انتوا بقى تيجوا. احنا مش اكبر. يلا يا جماعه اختيارنا اكيد انتوا عملتوا نجاحات وتستحقوا ان احنا نتابعكم اكيد يعني. بس احنا بنشكر على التكريم الجميل ده وكل حاجه بتتقال هي كابتن فريد وبتاخدنا واحنا بنثق فيها وفي كل حاجه قالتها. بنشكركم فعلا على جهودكم النهارده ومشكركم. المنافسه مع نور على المركز الاول، انتوا المصنفه الثانيه. انا بعد الاسئله بس اعتقد انا بنساعدها. بس اسمع اسمها جزية تكريم شركه انها شاركت 10 سنين. احنا هذه امنيه عشان مشاركتها بطولة العالم فرق سيدات لمده 10 مرات. هي بطولة العالم فرق بتعمل مره كل سنتين، فهي حققت انجاز غير مسبوق على مستوى السيدات. مفيش حد من اللي مارسوا رياضه اللي كمان اكبر مني في السن بكتير لعب 10 بطولات، وده كان انجاز احنا كلنا كنا فخورين بيه، وهي اتكرمت كانت عشانه. كل المبروكين وست ياسين وتحيات الناس كلها ان هم جم النهارده، والناس عموما اللي دايما بتساندنا واحنا هناك. انا كان نفسي انا فخوره ومبسوطه جدا ان انا ابقى واحده من الاربعه دول يعني، وكان نفسي ان انا طبعا ابقى طالعه معاهم، ومبسوطه جدا ان انا ابقى واحده منهم. واعتقد ان احنا كلنا مبسوطين ان احنا كسبنا البطوله، ويعني انا شايف احنا اهم حاجه يعني عايزين نكسب بطوله ان احنا روحنا مع بعض كويسه، وكلنا كنا عايزين نكسب وخايفين على بعض يعني، فدي كانت اهم حاجه خلتنا نكسب يعني. اعتقد نور كنت اول لاعبه فازت ببطوله ماليزيا يمكن، واصغر واحده في التاريخ تبقى نمره واحد على العالم. فنور بس يعني بما انها برضه عضو منتخب بطوله ماليزيا بطوله العالم، هي اصغر اول مصريه. نور اول مصريه، اول مصريه تفوز، واول اصغر واحده تبقى نمره واحد على العالم. احنا عندنا كل يعني بطله من البطولات ليها قصه كفايه وتاريخ، ليها ريكورد كده يعني. ارجع اقول احب اشكركم كلكم ان انتوا جيتوا النهارده وسبتوا الناس دي على التكريم. حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا ان احنا يبقى عندنا الدعم المعنوي ده، هو ده على طول اللي بيحفزنا وبيدينا ثقه وبيخلينا على طول نكمل يعني. فاحب اشكركم كلكم. انا عن نفسي دي كانت اول مره اشارك في بطوله العالم فرق كبار، فكان شرف ليا كبير جدا ان انا بلعب معاكم مع الفريق ده امنيه ورنيم ونور. يعني كان احسن احساس يعني ان احنا كسبنا البطوله، وكان فخر كبير جدا.